أكدت الحكومة أن المفاوضات المشتركة بشأن تدشين خط الرورو للنقل البحري بين مصر وتركيا تجرى على قدم وساق لتيسير حركة التجارة بين الجانبين. جاء ذلك خلال زيارة وزير التجارة والصناعة أحمد سمير لتركيا، حيث استعرض مع رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال المشتركة مصطفى دينيزر الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري. ويأتي لقاء الوزير في إطار زيارته الحالية لمدينة إسطنبول للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة مجموعة دول الثماني الإسلامية النامية. وأكد الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء تجارة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بمنظمة التعاون الإسلامية. في سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 2 مليار جنيه. ربح رأس المال السوقي 7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1770 تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 20% ليغلق عند مستوى 26133 نقطة. كما صعد أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 2.25% ليغلق عند مستوى 5668 نقطة. وارتفع مؤشر EGX 100 بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 8455 نقطة. في أسواق البترول العالمي، ارتفعت أيضا أسعار النفط بعد توقعات رئيسية أشارت إلى أن مخزونات النفط العالمية ستشهد انخفاضا في النصف الثاني من 2024. وصعدت العقود الأجل للخام برنت بنسبة 0.3% ليصل إلى 81.91 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الأجل للخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.37% ليصل إلى 83.4 دولار للبرميل. كذلك ارتفعت أسعار المازوت العالمي بنسبة 1.97% لتصل إلى 2.46 دولار للتر، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.21% لتسجل 3.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كشف البنك المركزي الإماراتي عن نمو المعروض النقدي بنسبة 17.66% في مارس على أساس سنوي. وأشار البنك المركزي الإماراتي إلى زيادة حجم الإقراض البنكي في الإمارات بنسبة 7.98% في مارس على أساس سنوي. وذكر البنك المركزي الإماراتي أن ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية في الإمارات جاء بنسبة 1.9% في مارس على أساس شهري. أكد مكتب الإحصاء للاتحادية الألمانية أن التضخم في البلاد ارتفع في مايو بسبب ارتفاع أسعار الخدمات. وارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا بنسبة 2.8% على أساس سنوي في الشهر الماضي. وكان التضخم قد سجل ارتفاعاً بواقع 2.4% على أساس سنوي في أبريل. ذكرت بيانات رسمية أن التعافي السريع الذي شهده الاقتصاد البريطاني في مطلع العام الجاري توقف في إبريل بسبب تراجعات حادة في ناتج قطاعي الصناعة والتشييد. وذكر مكتب الإحصاءات الوطني أن الناتج الإجمالي المحلي لم يشهد تغيرا في إبريل بعد نموه بنسبة 4% على أساس شهري في مارس. وجاء بعد ذلك صدور بيانات سوق العمل التي أظهرت زيادة للبطالة مع استمرار النمو القوي للأجور.